ازاي نخلي شبابنا شباب متعلم؟ والله يؤتي ملكه من يشاء سبحانه وتعالى، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، دي حاجات بتاعت ربنا. اللي ربنا ولاها عليك مش انت اللي وليته، ولا انت جبت رئيس، ولا انت جبت حاكم، ولا انت جبت مدير امن، ولا انت جبت عمدة، ولا انت جبت رئيس مصلحة. يا اخي ده ربنا هو اللي حطه في المكانة دي، ربنا اللي جعل فلان ده مدير عليك، ربنا اللي خلى طالوت مالك عليهم، وهو اصلا مش مالك ولا قبيلته ولا عيلته ولا صبت فيهم ملوك ولا بتوع ملوك، دول كانوا خدم، كانوا افقر صبت، صبت بنيامين. انما مين اللي خلى ده ملك عليهم؟ ربنا. ربنا هو اللي حط وضع فلان ده في المكانه دي. يبقى قبل ان تنقم على فلان امن بربك، قبل ما تقول فلان كان له فين، امن بان ربنا هو اللي جابه في المكانه دي. قبل ما تنقم على فلان، لو نقمت عليه تعلم انك تنقم على حكم الله. اعرف بان انت بتنقم على حكم ربنا، ان انت مش راضي بحكم ربنا. اوعى تنقم على فلان في مكانته ابدا، اوعى تستكثر مكانة فلان على مكانته ابدا، ده ربنا هو اللي حطه في المكانة دي، مش انت ولا انا ولا ده ولا ده ولا ده ولا اي حد في الدنيا. وربنا هو جعلك انت سبب تروح تنتخبه في الصناديق الانتخابات، وخدك من بيتك وشحطتك ووداك لحد هناك برضه باذن ربنا، مش بيك انت. ولو ما كنتش عايز تروح كان ربنا هيخليك تروح غصب عنك برضه. فانا بقول لك ده امر ربنا، هو اللي امرك تروح، وهو اللي امر بان فلان يبقى في المكانه دي. فقبل ما تنقم على فلان امن بقضاء ربنا وقدره. لو امنت بقضاء ربنا وقدر ربنا يلقي في قلبك الطمأنينة، خلاص امنت بربنا.